أكثر من عشر ساعات من الانتظار والتشاور والاجتماعات، نواب يتهامسون حول من من المرشحين السبع سيتولى منصب رئاسة المجلس، خاصة وأن من المرشحين أحزاب الموالاة والمعارضة وحتى الأحرار. قاعة الجلسات فارغة، الجرس يدق النواب يجتمعون في جلسة لتثبيت حالة الشكور على العاشرة صباحا لتليها في حدود الثانية زوالا جلسة التصويت على الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان لكن الكتل البرلمانية للأحزاب الأفلان التجمع الوطني الديمقراطي تجمع أمل الجزائر الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل أعلنوا مساندتهم لشنين لتولي منصب الرجل الرابع في الدولة خلفا لمعاد بوشارب الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي. وبالمقابل أعلنت حركة مجتمع السلم مقاطعتها لجلسة المصادقة على شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وانتخاب رئيس جديد بحجة أن لا شيء تغير. كتل تجتمع والحالة أشبه بإعلان حالة الطوارئ واسم المرشح شنين على لسان كل نائب لتتضح الأمور بعدها ويتم الإجماع على أن يكون شنين رئيساً للمجلس الشعبي الوطني